بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنبدأ بشابتر 1 في مادة بي او اس 310. هنلاقي إن الشابتر مقسم إلى أسئلة وأجوبة. نبدأ بأول سؤال عندنا، هو سؤال خاص بالمادة طبعا، بيسألني على ما هو الاستراتيجيك مانجمنت، أو بريفلي اكسبلين استراتيجيك مانجمنت، يعني إيه الإدارة الاستراتيجية، أو إزاي كإدارة او احنا عايزين نخطط للشركه ازاي نبص للمستقبل. فكلمه استراتيجيك معناها ان انا بخطط لمستقبل الشركه، وبحاول اشوف المنافسين بيعملوا ايه، وابدا اتنبأ واعرف نقاط القوه والضعف عندهم، وادرس علشان اعرف اوصل اللي هم بيخططوا ازاي، واعمل خطه تكون افضل منهم. تمام، فالخطه دي مبنيه على ايه؟ ابدا لما اجي اجاوب على سؤال زي ده، هبدا بتعريف الاستراتيجيك مانجمنت. اول حاجه عبارة عن 3 أشياء ورا بعض متسلسلة كده: analysis، بعد كده decision، بعد كده action. analysis decision action، تحليل واتخاذ قرارات وبناء عليها بعمل أفعال. action اللي بتعمله الشركة organization undertakes in order to create and sustain competitive advantage. عشان أعمل إيه؟ أكريت وسستين واحافظ على competitive advantage، الميزه التنافسيه اللي بتميزني عن الشركات المنافسه. فيبقى الاستراتيجيك مانجمنت هو عباره عن study why some firms outperform others، ليه بعض الشركات outperform others، بتشتغل بشكل افضل من الشركات التانيه. ليه عندنا كافيهات كتيره ولكن في كافي معين ستاربكس هو الافضل؟ ليه عندنا مستشفيات كتيرة في المستشفى هي الأفضل، وهكذا؟ ليه في بيزنس أحسن من بيزنس تاني؟ طيب كلمة استراتيجي يعني إيه الحالة؟ وأنا بجاوب على السؤال ده ممكن أحط تعريف الاستراتيجي. الاستراتيجية هي الأيدياز، الأفكار والديسيجنز والأكشن اللي بتخلي الشركة إن هي سكسيد، تنجح. تمام؟ طيب يبقى أنا كده عرفت الاستراتيجيك مانجمنت والاستراتيجي. ابدا اقول ان المانجمنت او الاستراتيجيك مانجمنت تتكون من ال3 خطوات اللي انا علمت عليهم بالاصفر، اللي هي اولها اناليسز، بعد كده وراها ديسيجن، بعد كده اكشن. وافنط بقول الاناليسز في اثناء التحليل ده بحدد فيه ايه هي الاهداف الاستراتيجيه بتاعتي، استراتيجيك جولز، ايه هي رؤيه الشركه ومهمتها والاوبجكتيف بتاعتها. طيب وبحلل الشركه من الداخل والخارج، internal وال external environment، ببص للشركة داخليا أعرف نقاط قوتي فين ونقاط الضعف بتاعتي، وخارجيا بعرف المنافس بيعمل إيه وفين نقاط قوته ونقاط ضعفه. وبعد كده بناء على الاناليسيز بعمل decision، بناء على التحليل بتخذ قرارات. بتخذ قرارات تخص إيه؟ تخص الاندستريز should we compete in، إيه هي الصناعات اللي أنا هتنافس فيها، والطريقة اللي هتنافس بيها how should we compete، شلون أتنافس في هذه الصناعة عشان أكون دايما أفضل من المنافس بتاعي. action اللي هو implementation اللي هو الفعل، أنا ممكن أعمل analysis كويس، decisions كويسة، لكن التنفيذ يكون خاطئ. فالتنفيذ ده لما أجي أنفذ بيعتمد على الموارد اللي موجودة عندي، هل أنا بوزع الموارد بشكل كويس؟ allocate necessary resources، توزيع الموارد اللي أنا هشتغل بيها، سواء كانت موارد دي مالية أو بني آدمين، بشر، موارد بشرية. و design the organization، أصمم الشركة اللي هتحول الاستراتيجية اللي أنا قلت عليها دي أخليها إيه؟ واقعية. تمام؟ فإذا لو جالي السؤال ده عليه 5 درجات، اكتب التعريف مع الاستراتيجي لحد هنا كده كافي، او لو انا اقدر اضيف الكلام ده زيادة اكتر واكتر اخد درجة احسن. تمام؟ اي سؤال؟ نكمل السؤال التاني اللي بعده. السؤال ده في غاية الأهمية، السؤال ده متكرر في الامتحانات السابقة وهو فعلا مهم. بيقول لي list the 4 key attributes of strategic management، أو list and explain the 4 key attributes of strategic management. هنلاحظ إن السؤالين شبه بعض جدا، ولكن في واحد عليه 10 درجات وفي الثاني عليه 20 درجة. إيه الفرق ما بينهم؟ هنا بيقول لي list فقط، لكن هنا list and explain، يبقى هو أنا عايز list مع الشرح، explain أشرح معاه.
فالشرح طبعا لازم اكتب اكتر، عشان كده هتلاقي 20 درجه. السؤال بيقول لي الفور كي اتريبيوتس للاستراتيجيك مانجمنت، بالعربي يعني الاربع سمات للاستراتيجيك مانجمنت، او انا بقول عليهم الامبورتنت، اهميه الاستراتيجيك مانجمنت، وات از امبورتنس اوف استراتيجيك مانجمنت. واحد، اهميتها ايه؟ بترشد الشركه دايركت ذا اورجانيزيشن توورد اوفر اول جولز اند اوبجكتيف، دي رقم واحد. بترشد الشركه نحو الاهداف العامه بتاعتها للشركه ككل والاوبجكتيف بتاعتها. include multiple stakeholder in decision making، ناخذ في الحسبان، بتساعدني ان انا اخذ في الحسبان ال strategic management، ازاي اقدر ان انا اشوف اهدافي وازاي بتؤثر على الستيك هولدر اللي هم اصحاب المصالح. ثلاثة، need to incorporate short term and long term perspective، باخد فيها المنظور ببص على المنظور قصير الاجل وطويل الاجل. رابعا، recognize the trade off between efficiency and effectiveness، يدرك العلاقة ما بين الكفاءة والفاعلية، الافيشنسي والإفكتيفنس. وده سؤال في غاية الأهمية، هناخده بقى تفصيل نشرحه مع بعض. لو في حاجة مش واضحة وقفوني على طول وأنا هفهمك المعنى إيه. السمات، أول سمة بتوجه الشركة نحو الأهداف العامة، لأن الاستراتيجيك مانجمنت، الإدارة الاستراتيجية، أنا قلت إن هي بتبص على الشركة ومجهود الشركة بإزاي إن هي تقدر توصل للهدف اللي هي عايزاه وتخليه قدامه دايماً. يبقى اورجانيزيشن اكتب كده في الامتحان لازم وانا بجاوب اكتب كده فقره اورجانيزيشن ايفورت ماست بي دايركت ات ذا بيست فور ذا توتال اورجانيزيشن، اوجه مجهود الشركه نحو الشيء الاصلح للشركه كلها على بعضها، مش فقط اركز على فانكشن معينه، اركز على قسم معين وانسى الباقي. تمام؟ For example، وهم حاطط له مثال كمان من عندي، Research and Development may over engineer، ممكن نركز على قسم الأبحاث بزيادة قوي 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 وأنسى باقي الأقسام. طبعا ده شيء غلط، عشان كده لازم إن أنا، عشان ما تكلفش كتير، لازم إن أنا كشركة بتفكر استراتيجيك إن يكون دايما مجهودي نحو الهدف العام للشركة مش لقسم معين. تمام؟ واضح؟ أدي أول نقطة من الفور كي أتريبيوتس. السؤال يجي بالطريقتين دول، والشكلين دول مهمين ادرسهم كويس. اثنين، include multiple stakeholder in decision making. حد يعرف يعني ايه كلمه ستيك هولدر اللي هم بيسموهم بالعربي اصحاب المصالح؟ حد يعرف دول مين؟ مين هم الستيك هولدرز دول؟ اشرحها. الستيك هولدر اللي هم اصحاب المصالح دول اي ناس، اي مجموعه بتتعامل مع الشركه او ليها علاقه مع الشركه وليها علاقه في نجاح الشركه، زي مثلا الامبلوي، الموظف، الكاستمر، الزبون، المانجر، المدير، نقدر دول حتى كمان المجموعات اللي خارج الشركه، السبلاير، الموردين، دول كلهم اسمهم ستيك هولدر. طيب هل دول لازم اخدهم معايا وانا بتخذ اي قرار اخدهم في الحسبان افكر فيهم يعني؟ طبعا، لان انا ممكن كشركه مثلا قررت ان هي ترفع الاسعار بتاعتها، ده هياثر على مين؟ هيأثر على الزبون، هيخليه ممكن هو ما يشتريش مننا، ولكن في نفس الوقت هيكسب أكثر الشركة، هيأثر على الشير هولدر المساهمين. فكرة الاستراتيجيك مانجمنت إن هي بتاخد بالها من كل دول مع بعض، أنا بفكر فيهم كلهم مش هتاخد قرار كده وخلاص. فالأول هقوله إن الستيك هولدرز هم عبارة عن مين؟ هم مجموعات ليها مصلحة، ليها ستيك في نجاح الشركة. مين هم؟ زي مثلا الأونر، الإمبلويي، كاستمرز، سبلاير، اند ذا كوميونتي ات لارج. وفور اكزامبل ممكن احط، اقول كده كمثال، التركيز، الفوكس از اون جينيريتنج بروفيت، لو مثلا كان التركيز ان انا اعمل ارباح للاونر، ممكن ده الامبلوي مي بيكام ايزوليتد، ممكن الموظف يبقى منعزل في اللحظه دي، او ممكن الزبون سفر يعاني، الزبون يتاثر بالقرار ده، او ممكن كمان السبلاير demand for pricing concession، ممكن انه يطلب تسعير بشكل مختلف. واضح؟ ثلاثة، need to incorporate short term and long term perspective، اخذ في الحسبان برضو المنظور قصير الاجل وطويل الاجل.
دايما يقول لنا كده حتى في الحياة، ما ينفعش تبص تحت رجلك وتنسى المستقبل، وما ينفعش تفكر في المستقبل وتنسى اللي تحت رجلك اللي هو الوقت الحالي يعني. فيبقى المدير الشاطر المانجر، المدير الشاطر لازم يبقى عنده ايه؟ بوث فيجن، عنده رؤيتين، رؤية للمستقبل الشركة، وفي نفس الوقت اون بريزنت اوبريتنج نيدز، الاحتياجات الحالية والاحتياجات المستقبلية. بس لحد هنا، وممكن ازود لو اقدر ازود شرح عادي. رابعا، ريكوجنايز ذا تريد اوف بتوين افشنسي وافكتفنس. هنا لازم ادرك معنى الافشنسي، الكفاءه والفاعليه، ايه الفرق ما بينهم. فهم قالوا ان والله doing the right things، لما افعل الاشياء الصحيحه دي معناه effectiveness، and doing things right لما اعمل الاشياء بشكل صحيح دي اسمها efficiency. طب ايه الفرق ما بينهم يا استاذ؟ ما فهمتش. كلمة effective يعني يحقق الهدف، يعني مثلا لو انا هدفي ان انا انجح في الترم، يبقى انا كده ايه؟ effective، نجحت. لكن نجحت بتقدير ولا لا؟ ده الافشنسي ببساطة كده، الكفاءة والفعالية، الفرق ما بينهم هو الفرق اللي انا قلته دلوقتي. تمام؟ يبقى الاربع نقاط دول يجي عليهم سؤال، وده سؤال طبعا امتحانات سابقة زي ما انتم شايفين، انا جايب السؤال ده من امتحانات سابقة. اخد بالي من كلمة ليست يعني اقول بس الاربع نقاط وخلاص، لكن لما يقول لي ليست اند اكسبلين وعليها 20 درجة، لا لازم اشرح شوية، فلازم اكتب شوية كلام تحت النقاط الأساسية اللي هم الاربع سمات للاستراتيجيك مان. تمام؟ حد عنده اي استفسار قبل ما ادخل على السؤال اللي بعده؟ لو في اي استفسار افتحوا المايك وكلموني، انا معاكم، انا هنا عشان اجاوب. كل الاجابات اللي موجوده في المذكره هنا او في اي ورق من ورق شرحي هي من الكتاب فقط والسلايدز، مفيش حاجه خارجيه خالص. السؤال اللي جاي بيقول لي الاستراتيجيك مانجمنت ك بروسيس. يعني ايه بروسيس؟ بروسيس يعني عملية، عملية الاستراتيجيك مانجمنت هي نفس الإجابة اللي أنا اتكلمت عنها من شوية، اللي هي تتكون من 3 نقاط، اللي هي الأناليسيز، تحليل في البداية، بعد كده فورموليشن اللي هي الديسيجن، بعد كده الإمبلمنتيشن اللي هو التطبيق. السؤال ده ما جاش قبل كده في الامتحانات، ولكن أنا لازم أدرسه عشان هو نقطة مهمة جدا. هو نفس اللي شرحته في بداية الشرح النهاردة، وهنبدا الاول بالاناليسيس اللي هي نقطه البدايه، التحليل. لما اجي افكر بشكل استراتيجي للمستقبل، ابدا البدايه ستارتنج بوينت للاستراتيجيك مانجمنت هي الاناليسيس. الاناليسيس اللي هو التحليل ده لازم يتم بشكل افكتيف، must be done effective to formulate and implement strategy، لانه مبني عليه المرحله الفورميوليشن اللي بعدها والتطبيق اللي بعدها، فكله مبني على التحليل الاساسي ده. فيبقى لازم اعمل careful analysis للريتشنج جولز، الاهداف بتاعتي للاورجنايزيشن، وده بيحتاج مني ان اعرف ادرس اورجنايزيشن اكسترنال اند انترنال انفايرمنت، البيئه الداخليه والخارجيه للشركات، بيئه الاعمال طبعا، يعني نقاط قوه الشركه زي ما قلت فين وضعفها فين والمنافس بيعمل ايه وهكذا. ده الاناليسيس. يجي بعد كده الفورميليشن اللي هو التكوين. طبعا decisions made by the firm regarding investment، لما تيجي الشركة تقرر إن هي تستثمر وتفتح أفرع وتشتري منتجات جديدة وتعمل أشياء جديدة، ده قرار استثماري ضخم. commitment، التزام، and aspect of operation، وعمليات، هتعمل مصنع في مكان تاني وهتصرف فلوس، ده اللي بيخليها تكريت وتحافظ على ال competitive advantage، تعمل وتحافظ على ميزة تنافسية بتاعتها. Based on الاناليسز، بناء على الاناليسز اللي هي الخطوه الاولانيه، بيبدا عمليه الفورميوليشن، وده بيتم على سيفرال ليفلز، مستويات مختلفه. المستوى الاول على مستوى البيزنس ليفل، مستوى الشركه نفسها، بعد كده كوربريت ليفل استراتيجي لما الشركه تكبر مني شويه، ولما تبقى انترناشونال استراتيجي لو بعمل استراتيجيه دوليه، لو الشركه عندها افرع واماكن كتيره مثلا زي اتش اند ام عندها في كذا دوله في العالم، فلازم كل دوله يبقى ليها استراتيجيه خاصه بيها. وانتربرينورال انيشيتيف اللي هي رياده الاعمال. على مستوى البيزنس ليفل بحدد فيها how organization achieve and sustain competitive advantage،
ازاي الشركه بتحافظ على الميزه التنافسيه وبتحققها. goes to the heart of strategic management، ده اساس شوف وقلب الاستراتيجيك مانجمنت. على مستوى الكوربريت ليفل استراتيجي، مستوى الشركه ككوربريشن كشركه مساهمه، what business to compete in، هنا بحدد ايه هو نوع البيزنس اللي هتنافس فيه وايه هي الطريقه اللي انا هتنافس بيها علشان احقق السينرجي. سينرجي بالعربي يعني التآزر، معناه ان الانتاج يكون اكتر واكثر. مستوى الانترناشنال اللي هو المستوى الدولي، دي لما تكون الشركه بتخش اسواق اجنبيه، فمش معقوله ان هي تخش بنفس الاستراتيجيه، فكل سوق دولي هخش باستراتيجيه مختلفه، هعمل لها تكيف عشان تمشي مع السوق اللي هشتغل فيه. زي فيس بوث اوبورتيونيتيز اند pitfalls، بيبقى في فرص كويسه وفي برضه pitfalls يعني مخاطر. مخاطر مانجر هنا must decide not only on the most appropriate entry strategy، مش بس بيقرر على الاستراتيجية الدخول الملائمة، ولكن أيضا also how they will go about attaining competitive advantage، يعني إزاي هيحصل على ميزة في هذا السوق اللي هدخل فيه. يعني مثلا أنا لما أجي أقول زي H&M كمثال، لما أجي أخش سوق دولي بيقرر ازاي يغير شكل الملابس علشان يتماشى مع الذوق اللي في المكان ده. اتش اند ام في فرنسا غير اللي موجود عندنا هنا في الكويت، غير اللي موجود في دوله تانيه، فالاستراتيجيات الدوليه بتختلف على حسب مكان الدوله. Okay. Entrepreneurial initiative، how can business create new value، ده على رياده الاعمال مستوى رائد الاعمال، ازاي الشركات او شلون الشركات بتقدر تكرييت نيو فاليو، ازاي تعمل قيمه جديده. طيب يبقى ده كده اخذنا النقطه في الاستراتيجيك مانجمنت بروسيس، النقطه الاولانيه الاستراتيجي اناليسيس، بعد كده فورميوليشن، بعد كده المرحله الاخيره اللي هي الثالثه استراتيجي امبلمنتيشن، تطبيق الاستراتيجيه. انا حللت واخذت قرارات ابدا اعمل اكشن، فالامبلمنتيشن هو عباره عن الاكشنز، الفعل اللي بتعمله الشركة عشان تو كاري اوت، عشان تنفذ الفورميوليتد استراتيجي، الاستراتيجي اللي انا قلت عليها. في فيها الاستراتيجي كنترول، التحكمات، الاورجانيزيشن ديزاين، تصميم الشركة والقيادة. تمام؟ بنتاكد في هذه المرحلة بننشور نتاكد من كذا حاجة، ان انا عندي نظام كنترول سيستم قوي، بتاكد ان انا عملت الاوبريت اورجانيزيشن ديزاين، تصميم الشركه الملائم، واعمل كوردينيتنج اند انتجريتنج اكتيفيتيز، الانشطه في بينها وبين بعضها تعاون، ما فيش كل قسم شغال لحاله، لا في تعاون تشارك ما بين الاقسام وبعضها. بعد كده كوردينيت اكتيفيتيز ويز، اجمع الانشطه بقى مع السبلاير، مع الموردين والكاستمرز، الزبائن والشركاء او الحلفاء اللي هو الالاينس بارتنر. القياده اللي هي النقطه الاخيره، ليدرشيب انشور اورجانيزيشن كوميتمنت تو اكسلنت، ان القياده لازم تتاكد ان احنا دايما بنحقق الاكسلنت، يعني احنا نكون متميزين دايما ونلتزم بهذا التميز، ما يبقاش لفتره زمنيه وخلاص. والايثيكال بيهافيور اللي هو السلوك الاخلاقي. بروموت ليرنينج، ده بيحفز التعلم and continuous improvement والتحسينات الدائمة، دايما الشركة الشاطرة هي اللي تحسن دايما من شغلها، ما تفضلش stuck لشكل معين، لا بتحسن وبتغير. act entrepreneurially in creating new opportunities، يتصرف بشكل ريادة أعمال عشان دايما يخلق فرص جديدة، creating new opportunities. تمام؟ يبقى ده السؤال رقم 3 في المذكرة. بعد كده هذا السؤال جه في امتحان من حوالي 3 كورسات، جه بهذا الشكل، ده احنا بنسميه المقارنة ما بين الـ intended strategy والـ realized strategy. فيجي السؤال ازاي؟ ميتسبرج ده اسم عالم عندنا، clearly distinguished، فرق ما بين various types of strategies، الاستراتيجيات المختلفة including intended and other strategy. سؤال differentiate between، فرق ما بين ال intended strategy و realized strategy. كلمة intended يعني ايه؟ بالعربي حد يعرف يعني ايه كلمة intended؟ intended strategy يعني
intended يعني نية، استراتيجية، استراتيجية اللي أنا ناوي عليها، يعني أنا ناوي أعمل 1 2 3 مثلا في الشركة، هعمل واحد واثنين وثلاثة. الرياليزد استراتيجي اللي هي اتنفذت بالفعل، اللي تم تنفيذها. طيب أنا نويت مثلا إني أسافر، هطلع هسافر من هنا إلى أي دولة، دي نية، وقلت هعمل واحد واثنين وثلاثة. هل التنفيذ بيكون زي ما نويت بالظبط؟ لا طبعا، لأن أثناء التنفيذ بيظهر أشياء جديدة أنا ما كنتش عامل حسابي عليها. نفس الكلام بيحصل في الشركات، الشركات بتتنبأ وبتقول هيحصل واحد اثنين ثلاثة، ولكن أثناء التنفيذ ممكن يحصل حاجة لا قدر الله زي كورونا مثلا، أو يحصل مشاكل مالية في الشركة، أو يحصل أي شيء ما غير متوقع. فدائما realized بتكون مختلفة عن الانتندد، بس هي زيها طبعا، بس هي اختلاف بسيط عنها شوية. فنشرح الكلام ده ازاي؟ هنقول الأول إن البيزنس انفايرمنت، بيئة الأعمال، دايما مالها far from predictable، لا يمكن التنبؤ بيها، صعب التنبؤ بيها جدا، far from predictable. فنقول له الانتندد استراتيجي اللي انا كنت ناوي عليها دي، دي organization decisions are determined only by analysis. القرارات الشركة مبنية فقط على الاناليسيس، اللي هي ايه؟ المرحلة الأولى في الاستراتيجيك مانجمنت. لما كنت بشرح في الأول هنا قلت إن هما 3 مراحل، هي مبنية على المرحلة الأولانية هنا فقط في الانتندد دي، لأن الانتندد اللي أنا ناوي عليها فقط، الانتندد دي مبنية على الاناليسيس، لأن هي شيء لسه مش عارف هيحصل إيه بعدين. وكمان rarely survive in the original form، إنها نادرا ما بتفضل على شكلها الأصلي، لأن هي هتتغير بعدين أثناء التنفيذ. أما realize strategy هنا القرارات فيها determined by both، في حاجتين فيها بقى، analysis زي اللي فوق دي analysis برضه، وفي كمان unforeseen environment development، التطورات اللي موجودة في بيئة الأعمال الـ unforeseen، اللي غير متوقعة اللي أنا مش واخد بالي منها، حاجات حصلت أثناء التنفيذ. Unanticipated resource constraint، في عندي موارد حصل فيها بعض المشاكل، في قيود حصلت على الموارد بتاعتي، في الفلوس ما قدرتش أنا أحصلها بشكل كامل، أو البشر اللي موجودين اللي هم موارد العمالية والبشرية حصل فيها مشكلة. And change in the managerial preference، رغبة الإدارة اتغيرت أثناء التنفيذ، المدير غير رأيه، جاله رأي تاني أفضل، لقى شيء أحسن إن هو يعمله. فالرسمة دي توضيحية من الكتاب، أنا كنت ماشي على استراتيجية معينة، أثناء التنفيذ ظهر أشياء معينة في السوق أجبرني إن أنا أغير وأعمل realized حاجة تانية مختلفة. فده الفرق ما بين الانتندد والrealized strategy. تمام؟ سؤال مهم وجميل، جه في امتحانات قبل كده زي ما قلنا من حوالي 3 كورسات، سؤال سهل قوي واجابته بسيطه جدا. اخر سؤال عندنا في شابتر 1، والسؤال ده شدد عليه الدكتور في المحاضره، قال ان هو سؤال كومبلكس او بيسموه كومباوند، مركب مجمع فيه سؤالين جوه بعض، هتلاقي السؤال عليه 33 مارك، سؤال قوي في جزئين. الجزء الاولاني بيقول لي explain why sustainable competitive advantage cannot be achieved through operational effectiveness alone. Support your answer طبعا مع example. السؤال الثاني discuss the key attributes of strategic management. السؤال الثاني اللي هو discuss the key attributes of strategic management، ده انا شرحته في بداية المحاضرة هنا في الصفحة رقم 2، اللي هم ده السؤال نفسه key attributes، هو نفس السؤال وطبعا نفس الإجابة، فأنا مش هشرحه تاني لكن حبيت أوضح، هو نفس السؤال اللي هو discuss the key attributes. أما السؤال الأول اللي هو ده اللي هشرحه دلوقتي مع بعض، بيقول لي explain، اشرح لي why sustainable competitive advantage، يعني إيه كلمة sustainable competitive advantage؟ ميزة تنافسية مستدامة دائمة مش مؤقتة، يعني حاجة شيء بيميز الشركة دي ويكون دائم فيها، ما يبقاش موجود عند حد تاني ويكون دائم. cannot، لا يمكن تحقيقها achieved عن طريق الـ operational effectiveness alone، عن طريق كفاءة العمليات أو عن طريق شغلها فقط. وادعم الإجابة بـ example. السؤال ده يقصد بيه إن ليه بعض الشركات بتلاقيها أفضل من شركات تانية؟ ليه ما ينفعش نقول ان الاوبريشن لو هم بيعملوا نفس الحاجه هيطلعوا كلهم زي بعض؟ ناخد مثال مثلا زي شركه ايكيا، وده المثال اللي موجود في الكتاب.
شاري كتاب بيكلمني على ايكيا، بيقول لي ليه ايكيا مميزه عن باقي الناس؟ ان طريقه شغلها وطريقه عملها مختلفه عن اللي حواليه، مش كلهم بتوع نقول اثاث زي بعضهم، لا ايكيا مختلف عن باقي محلات الاثاث. لما تيجي تجاوب على السؤال ده، الاول تقول له الاوبريشنال افكتفنس معناها ايه؟ معناها performing similar activities better than reveal، ان انا اعمل arrival، اعمل الانشطه بشكل افضل من المنافس. رايفل هنا يعني كومبيتر، يعني منافس، اعمل العمليات بتاعتي وشغلي يكون افضل من المنافس. each of these innovations، الابتكارات دي is important، كل حاجه مبتكره جديده مهمه، ولكن لا none lead to sustainable competitive advantage، ما فيش ولا واحده فيهم هتخليها تبقى مميزه، لان كلهم ممكن يعملوا زيي، لان because everyone is doing them، كل الناس بتعمل نفس الحاجه، كلهم بيشتغلوا في الاخشاب، ولكن الاستراتيجي is all about being different. هنا الاستراتيجيه معناها ان انا اكون مختلف عن الاخرين، ده معنى كده ان الشركه دي عندها استراتيجيه، ده اللي بيخلي ايكيا مختلف عن الباقي، عن باقي الشركات المنافسه، او وول مارت لو تعرفوا وول مارت يختلف عن الباقي، او مثلا عندنا هنا لولو هايبر يعتبر برضو مثال قوي للريتيلرز اللي مختلفين عن باقي الريتيلرز الموجود، اللي هو السوبر ماركت لولو هايبر. فنحط اكزامبل كده برضو في الامتحان، والكمبانيز such as وول مارت، شركات زي وول مارت او ساوث ويست لاين او ايكيا have developed unique، عمل لنفسه دايما unique مميز، internally consistent، internally consistent يعني متناسق داخليا، العمليات تحس ان في بينها وبين بعضها تناغم، عمليات الانتاج والشغل تخش تلاقيه ماشيين في مسار معين كده وطريقه معينه تبهرك، and difficult to imitate، ويصعب نسخها وتقليدها، الانشطه اللي عنده دي يصعب تقليدها، system that have provided them، ده اللي قدم لهم ايه؟ with sustainable competitive advantage، ده اللي اداهم ميزه تنافسيه وخلاهم دايما افضل من المنافسين. A company with a good strategy، الشركات اللي عندها استراتيجيه قويه must make clear choice، لازم يبقى عنده دايما اختيارات واضحه about what it wants to accomplish، عشان هو عايز يحقق ايه؟ ما يبقاش ماشي كده بلا هدف، ما ينفعش. trying to do everything that your rival do، لو انا حاولت اقلد فقط المنافسين ده هيؤدي الى destructive price competition، هبقى بنافسه في السعر، لو انا عندي نفس الحاجات اللي عنده هنتنافس فقط منافسه سعريه، لكن انا عايز اتميز علشان يبقى منافستي اعلى من السعر، زي مثلا شركه ابل. ابل عندها تميز ان هي متميزه، بتعمل الاجهزه بتاعتها فيها سيكيورتي عالي جدا، فده يخليها تتميز في شيء يخلي دايما سعرها مختلف عن المنافسين، مش بتنافس في السعر، هي بتنافس في جودة وكواليتي وسيستم قوي وسيكيورتي و و و تمام، ويؤدي الى لونج تيرم كومبيتيف ادفانتج، ميزة قوية. حد عنده اي سؤال او اي استفسار؟ كده يبقى انا خلصت شرح الشابتر الاولاني، اتمنى يكون الشرح واضح، وان شاء الله اشوفكم في شرح شابتر 2 باذن الله.